السلام عليكم. سعيد من ألمانيا في دقيقة أو أقل يسأل عن المنهج إذا ورد في كلام العلماء. نعم. المنهج الصحيح؟ لا، هو كلمة المنهج متداولة في الوقت المعاصر، والمقصود بذلك طريقة المتلقى منه أو متلقى عنه. فإني أقول مسألة المنهج ينبغي أن تكون متوافقة على ما كان سلف هذه الأمة يفعلونه. فإذا كان الإنسان لا يعني يقيم العقيدة كما كان سلف هذه الأمة يصفون الله بما وصف به نفسه من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، وبما وصف الله بنفسه وبصف به رسوله، وأما مسائل بعض المسائل التي يقع فيها الخلاف وتكون من المسائل الفرعية لا ينبغي أن يبدع الإنسان فيها إلا إذا كان قد أتى ببدعة ثابتة. أما بدع التي يصف بعض الناس أنت يا شيخ ناصر مبتدع وهذا مبتدع من غير شيء ثابت فيه ولا دليل في ذلك، فهذا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بلديهم فرحون. ولا شك أن جمع الكلمة من أهم مهمات هذا الزمان، والله أعلم.